لن تصدقوا ماذا قالت ليلى عبد اللطيف عن الراحل صباح فخري. توقعها تحقق بالاسم والحرف. اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم انا وهي والنجوم. لو اول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. ولو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكومنت وشير. مرة جديدة ليلى عبد اللطيف تثبت انها سيدة الالهام بلا منازع. كانت توقعت في حلقة التاريخ يشهد ان يتردد اسم صباح مرة اخرى ويشغل وسائل الاعلام مثلما تردد اسم الفنانة صباح، وسوف يشعل الحزن من جديد. وذكرت الفنان صباح فخري بالاسم ونبهته على صحة. كما شغل اسم الفنانة الراحلة صباح الاعلام، والناس ارى ان اسم صباح سوف يعود ويشغل الاعلام ويسبب الحزن من جديد وبشكل مختلف هذه المرة. يعني ان شاء الله ما يكون يا رب صباح فخري، انه اسم صباح فخري بنقول يدير باله على صحته. كبير من كبار الطرب العربي صباح الدين ابو قوس الملقب بصباح فخري. وفعلا حصل ما توقعته ليلى عبد اللطيف، وشغل اسم الفنان الراحل صباح فخري وسائل الاعلام حزنا على وفاته. تم الاعلان رسميا عن وفاة الفنان الكبير صباح فخري، وهو فنان سوري يعتبر من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي، وهو من اعلام الموسيقى الشرقية. صاحب الحنجرة العربية الفريدة التي كسرت حدود الشرق واطربت اذان العالم. غيب الموت الفنان السوري صباح فخري احد اعمدة الطرب العربي عن عمر مهزة 88 عاما في مشفى الشام بالعاصمة دمشق. وتقلد الفنان الراحل وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة. رحم الله صباح فخري. مشاهدينا احنا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، لكن نترككم مع مقتطفات من اجمل اغاني الراحل صباح فخري، واعود والقاكم غدا ان شاء الله في امان الله. وفي مقالة لصحيفة واشنطن بوست عن صباح فخري استخدمت فيها صورة له من حفل في تونس، وهو يرتدي الجبة التونسية وبيده مشوم من الياسمين. كما نعاه نجوم الفن في العالم العربي. توفى صباح اليوم صباح فخري احد ايقونات الطرب في الوطن العربي وامير القدود الحلبية، كما لقب لصوته الاصيل وأداءه المميز. وبكده تحقق توقع ليلى عبد اللطيف كما ذكرته بالاسم والحرف. كما شغل اسم الفنانة الراحلة صباح الإعلام، والناس أرى أن اسم صباح سوف يعود ويشغل الإعلام ويسبب الحزن من جديد وبشكل مختلف هذه المرة. يعني إن شاء الله ما يكون يا رب صباح فخري، أنه اسم صباح فخري بنقول يدير باله على صحته. رحل اليوم عن قلب سوريا وعن كل أرض. عيشة لا حب فيها يا والله لا لذلك اتمنى لو اول مرة بتشوف القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد. لو الفيديو عجبكم ياريت لايك وكومنت وشير.